لا، وبمناسبة هذا الكلام الطيب الجميل، ربنا يسعدك ويحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. أنا آمين. يعني نظرت نفسي لله تعالى. يعني إيه نظرت نفسي لله تعالى؟ يعني أنا أعمل عند الله عز وجل. يعني إيه بعمل عند الله سبحانه عز وتعالى. وجل؟ يعني أنا خادم لهؤلاء الناس. فلا هناك داعي للتكبر، كلنا هنموت وهنترمي تحت التراب، كلنا هنموت. مش هيقول والله لا ده أنا كنت دكتور، لا نحطه ده في مكان مختلف. ده والله ده انت كنت مهندس، لا كل الوزير والغفير في نفس الارضيه بيترمي، وما فيش وساطه في الارض، يعني في كلها ارض وهي نفس الارض. هنا هيجي ناس كبيره هتدفنه، ده هتيجي شويه ناس صغيرين هيدفنوه، لكن في الاخر المحصله في الدفن واحده. علشان كده لا، هنا ليس داعي، يعني لا يوجد داعي للتكبر. نسال الله عز وجل ان يجعل هذا العمل خالص. الدموع هبط من عيني بكلامك، الدموع هبط من عيني والله. ربنا يخليك. سبحان الله سبحان الله. الكلمات حلوين، الانسان طيب، الانسان يعمل على مع لله تعالى. تعالى تعطي النصائح للانسان، تمشي للطبيب تعطي 80 جنيه ولا 76 جنيه ولا كثير. كان الناس الفقراء ما عندهمش اي حاجه، ولكن انسان طيب لتقول هذه المهمه، ربي يعطيك الخير، ربي يرزقك. وانا ان شاء الله تعالى زي ما قلت لك كده، طول في جميع اوقاتي، في جميع لحظاتي لوجه الله تعالى نحن نعمل. يعني نحن نقول دائما في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين الفداء، فليعد للدين مجده، فليعد للدين عزه، أو ترق منا الدماء، أو ترق منا الدماء. أنا طبيب، يبقى أنا دوري إن أنا أوعي الناس بما هو عندي. قد تكون أنت مثلا ضابط مثلا، فأنت دورك إن أنت تحمي الأرض اللي أنت موجود عليها. قد يكون واحد تاني هو دوره، فإحنا كمسلمين بنخدم في المكان اللي إحنا موجودين فيه لوجه الله تعالى. علشان كده مثلا وليكن بقول، يعني بشكل بقول بشكل مستمر لكل الناس، يعني يعني الحياة قصيرة، في لحظات ستختفي. لو سألتك مثلا عشت كام سنة، هتقول لي والله ده أنا عشت 30 سنة، أنا عشت 40 سنة. حسيت بكام كام سنة حسيت بيها؟ هيقول لك والله ده عدت بسرعة، عدت في لحظات. ليه عدت في لحظات؟ لأن هي الحياة قصيرة، فلن يتبقى لك ان انت تكون سبب في تغيير حياة انسان الافضل. لن يتبقى لك الا ان انت تكون سبب في ان يعني تغيير، ان في واحد يجي يقول لك والله انت كنت سبب في تغيير حياتي 180 درجة. وحتى لو ما قالش، الله عز وجل لن ينسى. لو في واحد لم يرد الشكر ليك، ما تزعلش، لان انت هتزعل على ايه؟ الله عز وجل لن ينسى. كل شيء مكتوب عند الله عز وجل. يعني انت صراحة، انا صراحة حبيتك ما شاء الله، يعني عليك، يعني حتة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فحتة ان انت تشعر بالناس وان انت تشوف الناس، لكن تبقى زعلان لغيرك ما كسبش او كده، وان انت تحب الخير اللي هو جالك يجي لكل الناس، فده يعني ما يخرجش إلا من قلب بشخص طيب نقي. يعني أنا صراحة فأسأل الله عز وجل يعني أن يجعلك دائما للناس وللناس. يعني وإنت النهاردة ممكن تكون شخص عادي، بكرة أنا بقول لك أهو هتبقى شخص كبير. هتتذكر إنت ساعتها بقى، تتذكر هؤلاء الناس إن شاء الله تعالى. يعني الشاهد من الموضوع اللي أنا عايز أقوله لك، الحياة ممكن حياتي حاليا تبقى صعبة، أو حياتك تكون صعبة في الوقت الحالي، لكن وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم ستكون فيه غني ويوم ستكون فيه فقير. الحياة في قصيرة، في سواء كنت غنيا أو فقيرا الحياة قصيرة. وحتى اسم الدنيا من الدني، أو من يعني إن إحنا بنتمسك بشيء دني في هذه الحياة، ونترك يعني الجنة، نترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نترك أبو بكر، نترك سيدنا أبو بكر، نترك سيدنا عمر، نترك سيدنا، يعني هؤلاء الذين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا حلال، لو هو جه دلوقتي وخبط على بابنا، لو يجي كده وخبط على الباب عندنا ايه اللي هيحصل؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم خبط على بابك دلوقتي وانت هتطلع دلوقتي، هل انت مستعد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموضوع هيبقى صعب، هيبقى صعب جدا، لان احنا بالفعل في حاجات بنهمل في حق الله عز وجل. انا اول واحد
مش انت بس، كلنا بلا استثناء نهمل في حق الله عز وجل. هل بالفعل لما نلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هنقول له احنا يعني هنقول له يا رسول الله احنا مشينا على الخط وعلى الطريق اللي انت رسمته لينا، واحنا عم مشينا وما قصرناش، في ولا هنبقى مكسوفين منه يوم الدين يعني؟ فهي الفكرة. فبالفعل نحن نحتاج ان احنا نراجع نفسنا، ونحتاج ان احنا مثلا وليكن نبص لنفسنا ونقول يا رب يا رب انت قادر في لحظات يعني ان يعني ان تغير حالنا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو افضل خير افضل الخلق كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، ويقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فنحن اولى بنا ان ندعو بهذا الدعاء، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك الله، وهكذا. محتاجين ان احنا ندعو بالثبات. تاني حاجه احنا بنعمل لله عز وجل، كسبنا ما كسبناش. انا مثلا انا بالنسبه لي انا ما اعرفش، انا قبل كده كنت في برنامج تاني اسمه ميكو، والله ما كسبتش خالص، قعدت 7 شهور بشتغل بشكل متواصل يعني مش كل يوم طبعا، بس في الاوقات زي ما انا فاضي دلوقتي مثلا، في كل الاوقات اللي انا فاضي فيها بفتح، ففي كل الاوقات اللي انا بفتح فيها بفيد الناس. انا مش هدفي كده، انا هدفي ان واحد حياته تتغير ويكون سبب في تغيير حياه ناس. ما هو اما واحد حياته تتغير يعني، انا يهمني ان انا انشر الوعي، ويهمني انا مثلا وليكن على اليوتيوب بنزل المقاطع الفيديو بتاعتي، يعني مثلا دلوقتي كل المقاطع اللي احنا اللي انا بطلع فيها مع الناس او كده بسجل كل المقاطع، وبناخد منها الحاجات المؤثره او الاشياء وبنزلها على اليوتيوب بهدف ان احنا نفيد اكبر عدد من الناس. يعني لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، يعني احاديث كثيره بهذا المعنى. يعني فحته ان الهدايه ليست فقط في الدين، الهدايه انا كطبيب تغذيه افيد الناس في التغذيه، انت مثلا وليكن كشخص مثلا موجود في مكان معين تعمل فيه، حضرتك شغالي مثلا، حضرتك في شغل معين، اي عمل تعمله الان يعني، سائق بواب كل اي حاجه في يعني مثلا حياتك مثلا كسائق عملك كسائق فقط؟ لا، انت وانت موجود في وسط الناس بتتحرك في وسط الناس لازم تبقى نموذج للاسلام. التجاره انتشر المسلمين بسبب التجار المسلمين لم يدعوا الناس الى دين الاسلام نهائي ولا كلمه، لكن كانوا نماذج للاسلام حقيقيه تسير على الارض. ففكرة أنت سائق، أنت نموذج للإسلام في المكان اللي أنت فيه، الله عز وجل خلقك حتى تكون هذا النموذج. والله هذا نموذج للإسلام، وبعد كده ممكن والناس ما تكونش تعرف الإسلام، تشوفك بتصلي هو بيعمل إيه، لا ده مسلم، والله ده أنا خدت منه بتاعه وطلع صادق وكل ناس كذابين، ده لا ده دينه ده فيه حاجة لازم أسأله على هذا الدين، فيبدأ يسألك فيقول لك الإسلام، فهو يبدأ يبحث عن الإسلام فيجد عظمة الإسلام، فيزرع الله عز وجل الإسلام بسببك في قلبه، فتنال ثواب من الله عز وجل. فالشاهد من الموضوع مش شرط إن أنت يكون عندك. شكرا 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 جزيلا، والشكر بجزيلك رب يعطيك بجد منا، والله لكلامك حلو جميل جدا، والله لا أنا كل مرة نطلع معك حبيبي نطلع معك كتير ونسمعك وتسمعني، والله لا إنسان هادشي اللي كنقلب عليه أنا، نقلب نكون الناس طيبين، كل الناس ندعو الناس نكون مجتمع حلو، نكون إخوات كتير، نتعاونوا بيناتنا، ما نتعاونش على العدوان، نتعاونوا بالخير، أي حد يحتاج نحن معه، أي حاجة يحتاج، كون إنسان عملية وكون إنسان مريض وكل أي حاجة، ولكن يكون التقوى كل إيمان كل خير، كل إنسان طيب عمل في قلب، من عمل خيرا جزاه الله خيرا، ربي هو اللي كيجازي الخير، ما الدنيا لا تسوى شيئا، الدنيا لا تسوى شيئا، تسوى إنسان طاهر كن طيب كن خلق كن إنسان طريق مستقيم، هو طريق مستقيم يعني يصلي صلواته. نستطيع أن نلخص الذي قلته في دينك لحمك دمك، دينك لحمك دمك،
دينك ده في التعامل مع الناس بالحسنى، دينك ده ان انت تكون طبيب تغذية ما تبخلش على الناس بالمعلومة، دينك ده ان انت وانت ماشي في الشارع تكون نموذج يحتذى به، دينك ده ان انت تبقى انت في بيت صاحبك ما تخدش الامانة وتلقي النظرات على اهل بيته، دينك ده يعني دينك ده ان انت ما تخلو بنفسك، تسأل يعني تبعد عن كل الاشياء اللي ممكن تجعلك تفعل المعاصي.